وجدت فيها راحتي، وجدت، قلت ما دامني انا اكتب اكتشف الاخطاء. ذهبت الى الفهرس، فهرس باخ وفهرس ريجيس بلاشين، وجدت بعض الاخطاء عندما يقول لك في صوره المدثر والمزمل، لو بروفيت انفلوبي دون اون كاب، لو بروفيت انفلوبي دون سون مونتو. انا في بعض الاحيان بكيت، وفي بعض الاحيان قلت ناقشت وعلقت، والحمد لله. لما يقول لك النبي الامي، باقي يقول النبي الامي، يترجمها لو بروفيت ماتيرنيل، خطا. النبي الامي نسبه لامه، وحنا نقولوا النبي الامي لا يعرف الكتابه ولا القراءه. لو بروفيت، لو بروفيت حنا نقولوا انالفابيت او ما يعرفش يقرا الكتابه، نسموا الامي، حنا نقولوا اليتري، جاهل. احنا امي ما يعرف لا قراءه لا كتابه، فلماذا ترجم الى الامي نسبه لامي؟ او لو ماتريسيا، لو ماتريسيو، الرحم. اخطاء بشعه. نتمناو هذه الاجيال يكون تكون لها دور، تناقش بمثل هذه المواضيع، تتصدى للغرب، ونعيد لاسلامنا ولقراننا مكانته.